السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جميل. أعزائي المتابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير. أنا النهاردة جبت لكم فيديو لتيسير الرزق بورد لفظ الجلالة اللطيف. هنقرأ لفظ الجلالة اللطيف 129 مرة بعد صلاة الصبح، ثم نقرأ بعدها هذه الآية 7 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. صدق الله العظيم. ثم نقرأ بعدها هذا الدعاء: اللهم مسخر السماوات 7 والأرضين 7 ومن فيهن ومن عليهن، سخر لي كل شيء من عبادك مما في برك وبحرك حتى لا يكون في الكون شيء متحرك أو ساكن، صامت أو ناطق، ظاهر أو باطن، إلا سخرته لي ببركة اسمك اللطيف المكنون. يا الله يا حي يا قيوم. ونقرأ بعدها الآية دي من سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. أتمنى يكون عجبكم، وما تنسونيش بدعوة حلوة بظهر الغيب، وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.